واحد من اكتر العضلات جماليه لما يتعلق الامر بالفيت شيب والتناسق العضلي بايسبس براكياي ماسل. زي ما عودتك هنبدا بالتشريح وعلم الحركه والوظيفه ونجمع الثلاث حاجات دول عشان نطلع منهم بالاداء الصحيح وتجنب الاخطاء ومور اكتيفيتي. نبدا بالتشريح ونقول البايسبس براكياي ليها راسين اتنين، لونج هيد بايسبس براكياي ودي بتكون ناحيه الجسم من الخارج، اما الشورت هيد بايسبس براكياي بتكون ناحيه الجسم من الداخل. شوف الاوريجن والانسرشن، لونج هيد اوريجينيت فروم ذا سوبر جلانويد تيبيكال اوف ذا سكاب، short head originate from the carcinoid process of the scapula. اما الراسين الاثنين both head insert into radial tuberosity and the fascia of the forearm. function الوظيفه flexion of the elbow weak flexion shoulder joint. ركز معايا كده. اما short head activation بتكون supination of the wrist and the flexion of the forearm. لازم نجمع بين الحاجات دول عشان نقدر نركز ونفوكس اكتر على العضله. نبدا النهارده باول تمرين وهو easy barbell biceps curl. نبدا بالاداء الصحيح في ثلاث خطوات مهمه جدا. Step 1 Creating the position. الوقفة بتاعتك رجلك تكون بعيدة عن بعضها بعرض الكتف، الركبة تكون متنية سلايد بند لثبات أكتر، دراعك جنب جسمك في وضعية ثبات الكوع. Step 2 Proper technique. هتطلع بالبار لحد مستوى الصدر العالي وتنزل بحركة مش بطيئة قوي ومش سريعة جدا. في النزول بلاش تفرد دراعك للآخر لأن ده بيحط بريشر على الأوتار والأربطة. Step 3 avoid mistake. تجنب الاخطاء لاداء افضل. رقم 1 don't swing. بلاش في كل عده هله لهبة وترجع مع الوزن وتتمرجح لان ده معناه ان الوزن تقيل، خفف وبطل عتاله. don't drop the weight in the way down. بلاش في النزله تفقد السيطره على الحركه السلبيه وتنزل بالشكل ده. اتحكم في العده بتاعتك في الطلوع والنزول علشان تخلي الماسلز بتاعتك عليها more tension وتقدر تستفاد من كل عده ومن كل تمرينه بتتمرنها. elbow forward. بلاش الكوع بتاعك يطلع لبره وانت بتتمرن لان ده بيحط مور اكتيفيشن على الكتف اكتر من البايسبس وبيخلي الكتف الامامي يكون انفولفد اكتر من البايسبس. اتنفس في وضعيه النزول ايسنتريك وخرج النفس بتاعك في وضعيه كونسنتريك وكده مبروك عليك. ايزيت بايسبس كيرل باداء صحيح 100%. لو من الفيديو ده ما تنساش تطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايك في كومنت ومش خساره فيا.